السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ صهيب جوده في مدرسة فيلدينغ. معظمكم تعرفوني as Mr. J. اليوم رح أورجيكم كيف بدكم تدخلوا على الجوجل كلاس روم تبع المدرسين تاعونكم. أول إشي لازم تعملوا إنه طبعا تتأكدوا إذا أنتوا فاتحين السكول أكاونت تبعكم، اللي هو بيكون عندكم هنا، بتدعسوا على هذا الزر اللي هنا، ممكن يكون مختلف لونه عندكم أو حرف غير. هو هنا لونه عندي أخضر وحرف S، لأنه اسمي الأول بيبدأ بحرف S. فلما أضغط عليها بطلع لي هاي. أول إشي بتتأكدوا إنه عندكم إيميل المدرسة، وإذا كان مش متذكرين أو ناسين الإيميل تبعكم والباسورد، ممكن تبعتوا للمدرس تبعكم أو تتصلوا عليهم وتسألوهم على هاي الأشياء. فلما تكونوا داخلين على الأكاونت تبعكم، عشان تدخلوا على جوجل كلاس روم بدكم تدعسوا على هذه التسع مربعات اللي هنا وتدوروا على الكلاس روم. كلاس روم عندي أنا إياها هون بالأول لأني أنا مرتبهم هيك، تقدروا تمسكوها وترتبوا زي ما بدكم. احتمال عندكم تكون تحت هون في مكان ما، فإذا ما لقيتوها فوق بس بدكم تعملوا سكرول لتحت لتلاقوها. فهم تلاقوها تدعسوا عليها، بعدين ببين عندكم كل ال جوجل كلاس روم تبعون المدرسين تاعونكم. اذا عندكم مدرس واحد عامل لكم انفايت هتشوفوا بس واحده من هذول. انا عندي كذا واحده، فاليوم بدنا نعمل جوين على التست سيرفر تبع مس شينيت. فكل علينا لما الاستاذ او المدرس تاعونكم يكونوا عاملين لكم انفايت بيطلع لكم شغلات مثل هذه وهذه، وكل عليكم تدعسوا عليه از انه الجوين خلاص. هذا هو الكلاس روم، صرنا جوا الكلاس روم تاع المدرس سيشنات. شكرا.